تبقاش معاه هضره. راه هذا شوف هذا الكومبا اليوم احنا قمنا بعمليه في ام دائره الدار البيضاء. هذه العمليه هدفها الرئيسي وهو تامين المواطن بالدرجه الاولى، تامينه يعني في شقين. التامين الاول هو مكافحه او محاربه جميع اشكال الجرائم البسيطه، هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه من ناحيه قانون المرور وتطبيق قانون المرور، هذا من ناحيه. وكذلك امر اخر وهو عده ظواهر يعني رانا نشوفها اليوم انتشرت يعني بكثره، من بينها يعني انتشار الباعه الفوضويين على مستوى الارصفه، خاصه المحاذيه امام مرسك الحديديه، هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه كذلك انتشار بعض الحظائر العشوائيه التي تزامنت كذلك مع موسم الاصطياف وانتشارها يعني بكثره، والممتهنين يعني لهذه المهنه يعني نعرفوا مهنه من فئه يعني من فئه معينه، وهي فئه يعني تستهلك المخدرات، ذوي سوابق عدليه، تتاجر بالمخدرات. يعني هذه العمليه اسفرت يعني عن توقيف اكثر من 12 شخص عن عده قضايا يعني مختلفه، خاصه يعني بالضبط الاداري، الضبط القضائي. العمليات الميدانيه لا تزال يعني مبرمجه ولا تزال كذلك هي متواصله دائما لتامين المواطن في ماله وممتلكاته، هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه التواجد الامني للفرق العامله في الميدان يعني يعطي شعور بالارتياح بالنسبه للمواطنين، خاصه يعني احنا في فصل الاصطياف.